فالمحبوسين من الخطيه كتار جدا. فاحنا من حقنا احنا كاولاد ربنا ان احنا نبقى نور للعالم وملح للارض يا احباء، ننور للناس دي الطريق ونخرجهم من هذا الحبس، من الشيطان، من الخطيه، من العادات الرضيه الى اخره، مش بس السجن يا احباء. السيد المسيح بيقول كنت محبوسا فاتيتم الي. انفذ الوصيه دي ازاي وربنا يعوضك؟ السؤال ده ما خطرش على بال واحد. المسيح لما جه فعلا قال كده، هيقول للناس في اليوم الاخير انا كنت مريضا فزرتموني الى اخره، يعني فكنت محبوسا فاتم الي. طب تنفذ الوصيه دي ازاي؟ هو الحبس مختصر او مركز فقط او محصور في السجن بس؟ بالظبط. لا، في انسان محبوس من الشيطان نتيجه اعمال شيطانيه، في انسان محبوس من اسرته، من اهل بيته، محبوس يعني مضايقينه، مضايقين عليه قوي وكده. ده في راجل مثلا يؤمر مراته ما تزوريش اهلك، لا يخش عندي في البيت ولا انت تروحي لهم البيت، وما الباب يفوت جمل. انسانه زي كده محبوسه، نزورها ونهتم بيها وهكذا. مثلا في انسان محبوس مثلا من الرجاله، مش بس في السجن او في القسم نروح نزوره ونعمل معاه واجب، لا، انسان محبوس من الخطيه، الخطيه سجناه، سجن الخطيه، مسجون مثلا محبوس من السيجاره، ما يقدرش يعيش من غير ما يدخن، ما يقدرش. ده في ناس فضلت انها ما تتناولش جهاز مسيح دمه على انها ما تشربش سجاير حتى فتره القداس. شوف قد ايه باعوا المسيح، شوف قد ايه المسيح مش غالي عندهم، مش مهم عندهم الى هذا الحد. مثل هؤلاء البشر باعوا ضمائرهم، اللي بيع المسيح على المجد ده عشان سيجاره باع ضمائره، خلاص ما لوش امان اصلا، لا ليه امان ولا يتعاشر، لانه فضل السيجاره عن المسيح له المجد انه يتناول. فده محبوس منين؟ من السيجاره، محبوس من الخطيه، حبسها فيه. ده في مره واحد خلص الفلوس اللي معاه ولازم يشرب سجاير، ومش معهوش فلوس يجيب سجاير، فكان فاضل معاه الالم بتاعه، الم جاف غالي شويه، فراح باعه. الراجل بيقول انت بتبيع الالم ليه؟ قال له انا عايز اشتري سجاير، انا هاخد بيه سجاير. قال له بتبيع؟ قال له ما حديش فلوس وانا محتاج اشرب سجاره. فالراجل خد منه الالم واداله السجاير قصاد ثمن الالم. طب بعد كده هيعمل ايه بقى؟ هيعمل ايه؟ يسرق. ما هو محبوس من السجاير، مش قادر يخرج من هذا الحبس. تدخين، خطيه التدخين حبسها جواها، مش قادر يخرج منها، مش قادر يتفك اسره منها. فالمحبوسين من الخطيه كتار جدا. فاحنا من حقنا احنا كاولاد ربنا ان احنا نبقى نور للعالم وملح للارض يا احباء، ننور للناس دي الطريق ونخرجهم من هذا الحبس، من الشيطان، من الخطيه، من العادات الرضيه الى اخره، مش بس السجن يا احباء بس.